بيه نحكيو على وصية جندي توا. الغنية هذه اخترت انه تطلق الكليب نهار 17 ديسمبر. في علاش 17 ديسمبر ومش 14 آف؟ والله 17 ديسمبر هو تماشي مع الواقع اللي نعيشوا فيه، ما نجموش يكون يظهر لي اصبح عيد وطني، هذا يقبل كل شيء. خلينا علاش وكيفاش ووقتاش وشو حتى 14 جافي كان عيد وطني؟ لا اكيد اكيد علاش نقول يعني يظهر لي 17 جافي باش يكون جور فيري، فهمني 14 جافي باش نخدموا فماش عيد. دونك حبيت نغتنم الفرصه، وثم مخاف قاعده تعيش فيه البلاد، فهمني لا ادعي كيفاش يقولوها معرفه ولا ادعي فلسفه، لكن يلزم دي ميساج يوصلوا لكل التوانسة، فهمني دي ميساج دونيون، فهمني فلنترك الخصام وندعو الخلق للسلام ونسعى للعمل. بلادنا مستحقتنا باش مستحقة للعقلانية، بلادنا ما عادش تتحمل التشنج من هنا ومن هناك. في علاقة بالسياق السياسي اللي كنت تحكي فيها مع أو ضد 25 جويلية؟ 25 جويلية كانت لحظة فارقة، كانت ولا بد كل صراحة، فهمني لانه العشر سنين اللي عشناهم ما يخفاو على حتى تونسي، فهمني يظهر لي هما اصحاب حتى اللي سيروا العشر سنين هذوما هما بيدهم زاد راجعوا انفسهم، لانه العشريه كانت كارثيه باتم معنى الكلمه. شكون السبب وشكون المسبب؟ كلنا المجتمع كله متسبب. المئوية أنا درجة المئوية تختلف من المواطن العادي للسياسي للمسؤول، لكن كلنا مسؤولين. ولو أنك حافظت على صداقات مع ناس من اللي كانوا موجودين في السياق السياسي ورينا الشيخ عبد الفتاح مورو والشيخ عبد الفتاح، صداقاتي ماهيش مربوطة بإيديولوجيا ولا بتوجه معين. ثم ناس نحبهم لله، فهمني ثم ناس عشرتهم عن قرب ولا عشرتهم عن بعد، ثم علاقة روحانية تربطني بهم، فهمني كما نحكي على الإعلاميين كما بعض السياسيين، كما نحكي على زملائي في الفن اللي أنا استدعيت برشا، لكن كل واحد عنده أكيد ثم اللي كلموني في تليفون واستأذنوا لأنه عندهم التزامات. كما قلت لك ثم علاقة روحانية، علاقة إنسانية تجمعني، ما عنديش علاقة لا بالسياسة ولا بالانتماء ولا بال، فهمني دونك هذاك هو. وشوفنا برشا من زملائك الفنانين اليوم جاو إمنا فاخر، وليد التونسي، وليد التونسي، أحمد الرباعي، شيرين النجمي، وكما قلت لك خويا رتب بوشناق كان باش يكون موجود، اعتذر لي عنه، عنده التزام فني ومهني، وبرشا وخيان دونك اللي جاوا. الحاضري زازي كما نقولوها، فما برشا ناس عبرت على مساندتها وكلموني في تليفوني وهنوني، يعطيهم الصحة.